في شركة اسمها اوموهو اوهويو، هي حاجة ياباني كده، عجبها قوي الاوفر بتاعنا اللي بعتناه بعد ما اتعدل. بس انت عاجبني اكتر. الحركة دي قلقتني قوي على فكرة. وايه الحكاية؟ ولا حاجة، انت من اول يوم جيت فيه هنا وانا عيني عليك، بس انا قلت فعلي بالي يا سلام لو كان اهم من كده شوية. بس دلوقتي انت اهو عمال تكبر ولسه هتكبر اكتر من كده بكتير، عشان كده بقى لازم تعرف ان انت من هنا ورايح لوحدي انا وبس. فهمت حاجه؟ فهمت. حلو حلو قوي، بس في مشكله صغيره. انا عارف يعني انه عادل عادل ايه وزفت ايه؟ انسى عادل ده خالص. بس قولي بقى، هي ايه حكاية سلمى دي؟ شايفاك كده يعني مهتم بيها زيادة عن اللزوم، هو في حاجة؟ لا لا خالص، زي ما قلت لك بالظبط، هي يعني نزيلة عندنا وبقينا أصحاب، فلازم أهتم بيها وجمالها، ده غير طبعاً إنه كمان تعرف ناس قرايبي. قرايبك؟ ماشي، يا ريت يبقى كده بجد. هو كده بجد. وبعدين خلي بالك سلمى دي مش ذوقي خالص. مش ذوقك؟ أمال مين بقى اللي ذوقك؟ أنا؟ أكيد طبعا. نفتح اللابتوب تاني ولا نخليه مقفول؟ على فكرة أنا قلت لك قرب منها أه، لكن ما قلت لكش تقعد تحب فيها. الله، عامل إيه طيب؟ ما أنا ما ينفعش برضه صدها. لا يا شيخ، وموهبتك الفظيعة راحت فين إن شاء الله؟ ما تستخدمها معايا. حاضر، هجرب معاها، بس خليني الأول أثبت رجلي وبعدين هقفل الباب ده خالص. خد بالك يا مصطفى، أنا ما تلعبش معايا أبدا. أنت تبدأ تركز مع ديما أو جاسر، الدنيا دي ننساها خلاص. الله الله الله، إحنا بنغير بجد بقى ولا إيه؟ آه يا سيدي أنا بغير. كده إحنا في مشكلة كبيرة. مشكلتين إن شاء الله. لا، مش قادر حتى أفكر فيها. ليه بقى؟ خلي كل شيء في وقته يا سلمى، بس عايزك تعرفي حاجة واحدة بس، إني بحبك، بحبك أوي، وعايزك تبقي متأكدة إنه مهما حصل هيبقى غصب عني. طب أنا أقولك حاجة يا مصطفى، الدنيا دي لو أنت قربت منها أو كلمتها أو اتكلمت معاها الكلام اللي بتقوله معايا، أنت عمرك ما هتشوفني تاني، أنت فاهم ولا لأ؟ فاهم. الله، طب رايحة فين طيب؟ إياك تحاول ترجعني. وبعدين بقى الدنيا كل ما ده عماله تتعقد زياده. الو الو، ايه فينك؟ انا في الوضع. قعدت مع ديما؟ ايه ده؟ اه قعدت معاها، بس انت عرفت ازاي؟ توقعت، يعني انت ما بتصدق كل ما اقول لك قرب لحد تجري عليه على طول. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انت اللي قلتي لي ولا ايه؟ مصطفى انا عايز اسالك سؤال، هو انت ان شاء الله كده يعني بعد ما تحقق احلامك وتعمل كل اللي انت عايزه هفضل انا حلم من احلامك وطموحك ولا ايه؟ هتصدقيني لو قلت لك ان انت الحلم الوحيد دلوقتي في حياتي؟ يعني انت مش بتضحك عليا؟ سكت ليه؟ دوامة يا سلمى. دوامة كبيرة. شكلي كده بدأت حكاية أنا مش قدها. إزاي؟ إزاي؟
ريت نخلي ازاي دي لوقتها. مصطفى انا بقيت بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا سلام. تصبح على خير. وانتي من اهله. صباح الخير يا هانم. اجيب لحضرتك فطار كل يوم؟ انسه سلمى. اوكي يا هانم. تحت امرك. معقول يا مصطفى؟ انت بتضحكي على ايه؟ ايه اللي انا قلته ده؟ لا ما انت ما فتحتش بقك اصلا. امال بتضحكي ليه طيب؟ ممكن افهم؟ لا دي حاجه كده اسمها بالونه اختبار. بالونه اختبار؟ لمين؟ لمين؟ ليك، ليك انت وصاحبتك اللي قاعده ورا دي هتفوت من غصب مننا دلوقتي. اوعى تبص وراك. بتعملي كده ليه؟ فهميني. مش مهم انت تفهم، المهم انا بقى فاهم. بقول لك ايه؟ انت ضحكت عليا امبارح وفهمتني ان مفيش حاجه بينك وبين الست سلمى دي. مش عارفه ازاي انت ضحكت عليا. ممكن نكمل الكلام الخايب ده احسن فوق لما نطلع مكتب نبقى لوحدنا. طبعا طبعا وماله. كمل اكل. عمار روح ناديني مستر مصطفى بسرعه. مصطفى مستر. ناديه بسرعه. حالا مستر مصطفى. انسه سلمى عايزاك. حضرتك عايزه حضرتك. اوكي. انت رايح فين؟ بيقول لك عايزاني. خليك قاعد مكانك، أنا قلت لك تقوم. صباح الخير يا أنسة سلمى. صباح النور. اتفضلي. هو أنتِ اسمك مصطفى ليه من دول؟ لا والله بس مصطفى مش هيقدر يجيلك دلوقتي، وبعدين بما إني مديرة مصطفى ما ينفعش كاست مهم قوي زي حضرتك كده يطلب حاجة وما يجيلوش بنفسي. تحت أمرك. لا يا حبيبتي العفو، أنا عايزة مصطفى. ما هو مصطفى مشغول قوي. أموري؟ طيب طالما انت مصممه قوي دلوقتي روحي انت ناديلي مصطفى بنفسك. لا ما هو للاسف مصطفى مش هيقدر يجي لك خالص عشان هو مشغول بيعمل حاجه في ايده. تأمري بأي حاجه تانية؟ شكرا. لا انا عايزاك ضروري اتكلم معاك. في ايه؟ مش هينفع هنطلع لي فوق. ارتحتي؟ قوي. هاكل انا نفسي مفتوحه. الله. اسمع شوف لي حد من الشباب يقف مكاني هنا ها؟ الحق صينيه الفطار واطلع بيها لاوضه الانسه ها؟ اشمعنى بقى يا عم جدال؟ اشمعنى بقى يا عم جدال الله؟ الست بتعزيني يا مغفل وعايزه تشوفني بقرشين حلوين. نفذ يلا عندك اعتراض؟ يلا يا ابن امبارح. الفطار يا أنسة مالك يا بنتي؟ أنا تعبت أوي يا بابا.